فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نويت الحج متمتعا وبعد نويت الحج متمتعا ثم بعد انتهائي من العمرة حصل حريق في المخيم، فرجعت إلى مدينة الرياض ولم ألبي بالحج، فما حكم فعلي هذا؟ ايش يقول؟ يقول: نويت الحج متمتعا وبعد انتهائي من العمرة حصل حريق في المخيم، فرجعت إلى بلدي الرياض وأنا لم ألب بعد بالحج، فما حكم فعلي هذا؟ ما دام أنك ما أحرمت بالحج فلا مانع، أما لو أحرمت بالحج فلا يجوز لك أنك تحل إحرامك إلا في مسألة الإحصار، يعني أحصرتم تفدي، إذا أحصرت تحل الإحرام وتفدي، وأما هذا ما هو بحصار تمضي في النسك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.